مقولة الأهل فوق الجميع، يعني الأهل فوق أي حاجة. الأهل له مبادئ ولو لوائح معينة بتمشي عبر الأجيال كلها، من كابتن صالح سليم لحد كل رؤساء نادي الأهلي انتهاء بالكابتن محمود الخطيب. فالأهلي طبعا ما بيقفش على لاعب، يعني طبعا شفنا مش المشكلة الكبيرة بتاعت عبد الله السعيد و و و و و و قبل كده، هو دي الآخر. ما الأهلي ما قبل كده برضو كان الكابتن الحضري وكذا كتير. فطبعا الاهلي ما بيقفش على لعيب، الاهلي ما بيقفش على مثلا رجل اعمال معين بيشجع فئه معينه او الاهلي له مبادئ، كل رؤساء النادي بتمشي على نفس المبادئ ده. ومن هنا احنا كاعضاء نادي الاهلي بنستمد قوتنا من القوه بتاعه اللوائح واتباع القوانين والقواعد، عشان كده احنا بنتشرف ان احنا بنبقى اعضاء في النادي الاهلي. والله يا فندم الاهلي من زمان وهو النادي معروف يعني بمبادئه وقيمه، وهو ده يعني مجلس اداره تلو الاخر بيورث الحته دي. والنادي الاهلي دايما نادي بطولات، فاي حد فيه بيبقى عليه دايما العبء والستريس ان انت تجيب بطوله، فده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي اخر. وان شاء الله اللي جاي احسن النادي الاهلي يعني في على جميع الاصعده سواء كره قدم او الانشطه الاخرى. يعني طبعا الاهلي نادي عريق ونادي اكبر نادي سواء من الجماهيريه او من حجم الانجازات، وده لحد لا يختلف عليه ابدا. حتى انا بعتبر النادي الاهلي مش بقول قطبين، انا بعتبره ده حاجه لوحده. النادي جماهيريته في الوطن العربي انا شايفها تتعدى 70% من حجم الجماهير اللي في مصر والوطن العربي. فالاهلي نادي مش بس كتاريخ وكانجازات وكاداره، انا شايفه طبعا حاجه كويسه جدا. يعني انا بحب دايما اقول الاهلي فوق جميع ابنائه، عشان المقوله دي ما تفسرش غلط، في ناس بياخدوها علينا الاهلي فوق جميع اي حد. لا، الاهلي فوق جميع ابنائه، فوق مصلحه اي فرد من ابنائه وفوق اي رمز من ابنائه طالما بيعمل لمصلحه النادي. هو طبعا الاهلي فوق جميع بكل اللي بيمر بيه من نجاحات، من ثبات في كل قراراته الموجوده. ما حدش بيقدر يعني يتعدى عليه في اي شيء، لان الاهلي معروف بنجاحاته بقراراته بثبات موقفه في امور كتيره. مقوله حقيقيه، طول عمرنا انا عضو في النادي الاهلي من 71 بنشوف المقوله دي على مدار كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، ان هم ما بيغلبوش مصلحتهم الشخصيه على مصلحه النادي، مصلحه النادي اهم من مصلحتهم الشخصيه مهما كان مين هم الاشخاص ونجوميتهم. لا، مبادئ النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي فوق اي حاجه مهما كان نجوميه لعيبه النادي، هي دي اللي انا طول عمري شايفها جوه النادي الاهلي كعضو من اعضاء النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي احدى اسباب تميزه هو الموضوع ده، احدى اسباب ان هو تجميعه لاكبر كم من البطولات في العالم، ما فيش نادي زيه كده. الموضوع ده المقوله دي او الحاجه دي اللي بتتحقق، المعنى الجامد ده.